أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال الإماراتي الأستاذ عبد الله ماجد من نيكست دور. أهلا أستاذ عبد الله. مرحبتين يا هلا. بداية نرحب فيك ترحيب خاص من قناة ABC وبرنامج رواد الأعمال، ونتمنى بداية تعرفنا المزيد عن الأستاذ عبد الله. كيف كانت بدايات الأستاذ عبد الله؟ والله بداية عبد الله كان موظف في دائرة من الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ولا زلت موظف، والحمد لله بتوفيق من رب العالمين قدرنا نفتح مشروع اللي هو نيكست دور. ولكن قبل نيكست دور كانت في 3 مشاريع، ودوم أقول إن من أكثر الأشياء اللي أنجزتها في حياتي أو أكبر الإنجازات عندي أني فشلت في 3 مشاريع تجارية قبل ما أبدأ الرابع، وتعلمت منهم. فبكل بساطة عبد الله إنسان موظف، ولكن في نفس الوقت يسعى أن دوم يكون عنده شوي إنجازات أخرى خارج نطاق العمل وخارج النطاق المهني. والحمد لله قدرنا بتوفيق من رب العالمين مع فريق العمل أن نحن نفتح نيكست دور. طيب ممكن تخبرنا المزيد على بدايات نيكست دور وشو الكونسبت اللي يميز نيكست دور؟ والله بداية نيكست دور كانت في أواخر كورونا. بدأت بكتاب وجو حلو، أنا من الناس اللي يحبون يقرون يعني بشكل مستمر، فكنت جاي على منطقة دبي كريك هاربر في يوم من الأيام، يعني الجو كان حلو والمنطقة كانت جديدة يعني بعدها، ف جلست برع وبديت اقرا كتاب، ولكن ما ياز لي الاكل ولا القهوه، فشفت ان المنطقه محتاجه شيء جديد، خصوصا انها منطقه جديده وما فيها حد ولا حد يعني فاتح فيها اي مشروع تجاري. قررت ان يعني اعطي الفكره للوالد، فرفعت له الفكره هاي وقلت له ان تناقشنا في الموضوع، والحمد لله وافق على الفكره. وبعد عندنا من الأهل ما قصروا وساعدوني، عندي حد من الأهل عطاني الاسم وساعدني في المشروع هذا، كيف أبدأ، وين أسير، وين أرجع، فتعلمت من المشروع. وأنا حرصت خلال الفترة هاي أن أنا أكون متواجد بكل خطوة من خطوات إنشاء المشروع، فكنت أركض للدائرة الاقتصادية أطلع الرخاص، كنت أروح أعمل مقابلات للموظفين شخصيا، كنت كل يوم موجود هنا في الموقع مع المقاول، كنت أروح مثلا السوق الصيني ناخذ بعض الأغراض وأحملهم عندي في السيارة وأجيبهم هنا. فكنت في البداية وايد involved في المشروع في كل خطوة، ولا زلت involved مع الجماعة بحكم أن نحن تعبنا على المشروع هذا، ولكن الحمد لله تيسرت الأمور يعني حاليا، وممكن ناخذ راحة بين فترة وفترة، نطلع إجازة ونرجع. فبداية نيكست دور كانت بدايتها بكتاب، والحمد لله انجزنا وفتحنا. استاذ عبد الله ممكن تخبرنا المزيد على الاطباق، على المطبخ، على العصائر، على الكوفيهات اللي ميزت نيكست دور؟ في نيكست دور نحن دوم نسعى على ان نحن نحرص على جوده الاكل والقهوه والمشروبات اللي نقدمها، ونفتخر ان نحن نكون اول سبيشاليتي كوفي في منطقه دبي كريك هاربر. من الاكل نحرص ان تكون الاكلات مو بس الكواليتي عالي فيها، ولكن ايضا القيمه اللي نحن نقدمها. يعني انت ممكن تطلب لك طلب بسعر، ولكن البورشن بيكون مرتب بيناسبك، ومتاكد انه بيناسبك البورشن سايز يعني في الاطباق اللي نقدمها. والفريق كامل عندي يشتغلون بشغف وبحب في الأطباق اللي يقدمونها وفي المشروبات اللي يعدونها. نحرص دوم أن نحن نطور من الكواليتي اللي عندنا. إذا حسينا أن الحين المطعم ماشي متأكدين الحمد لله من الكواليتي اللي نقدمه، ولكن دوم نسعى وندور الأفضل، فدوم بتحصلنا نطور في الأطباق اللي نقدمها، نطور في القهوة، نطور في المشروبات، نشوف شو اللي موجود، ونحرص على التجارب، فندخل التجارب ونشرك زبايننا وزوارنا على الأطباق. فدوم يوم بنسوي تيستينج على أشياء جديدة، الجماعة بنضيفهم ونخليهم يجربون، والشباب ما شاء الله عليهم مقصرين من هالناحية، والحمد لله. أستاذ عبد الله، بعد النجاح الرائع والسمعة اللي اكتسبتوها، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ الحمد لله توفيق من رب العالمين قدرنا أن نحن نفتح فرع ثاني لنيكست دور، ولكن بفكرة مختلفة. هني في نيكست دور الحالي نحن انترناشنال كوزين كاجوال داينن، انسان ممكن يشتغل او يجي مع اهله
يستمتع بالأطباق بالأجواء اللي موجودة عندنا. والمشروع الثاني اللي فتحناه والله الحمد ستريت كونسبت فيوجن، نحاول نقدم أكلات سريعة، نكهات غير، ونحرص أن نحن نضمن الكواليتي نفس ما نضمنها هنا عندنا في نكست دور. وايضا من ناحيه الاكسبيرينس نحاول ان نحن نضمن الاكسبيرينس ايضا في الفرع الثاني. وان شاء الله كاهداف مستقبليه نتمنى ان نكست دور يتوسع اولا داخل دوله الامارات، وثانيا اذا الله قدرنا على هالشيء في الخليج. وايضا بعد الواحد تكون لازم تكون عنده طموحات، والعالميه باذن الله يعني ما بنخفي على الناس. نتمنى لكم دائما التوفيق. الله يسلمك ويطول بعمرك. استاذ عبد الله، انت كرائد اعمال اماراتي صاحب خبره وفشلت سابقا وبالاخير نجحت، شو بتنصح الناس اللي خايفه من الفشل وبعدها لسه ما بدت؟ انا لاحظت شيء، ان الخوف مبني على قله في المعلومات. واي حد يبغى يبدا مشروع لازم يعرف ان في مخاطر في الموضوع هذا طبيعي، ولكن الواحد بيتعلم اشياء لو يالس على مكتبه او وظيفته 10 سنين قدام ما بيتعلمها من يكون صاحب عمل تجاري. بيتعلم المحاسبه، بيتعلم التسويق، بيتعلم المبيع، بيتعلم من اهم الاشياء اللي بيتعلمها الاسلوب في التعامل والكوميونيكيشن سكيلز. فالواحد يبدا في مقوله قالت لي انا قبل 12 سنه ولين اليوم اتذكرها، كنت اتناقش مع شخص اجنبي فكان يقول لي ان عبد الله المشكله عندنا نحن مش ان نحن نحدد اهداف عاليه وما نحققها، مشكلتنا نحن ان نحن نحط اهداف بسيطه ونحققها. فالواحد دوم يحط له طموحات عاليه واهداف عاليه، إذا ما نجحت ترى بيكون مستوى أعلى من الهدف الواطي أو البسيط اللي حاطنه. بداية أحب أوجه رسالة شكر لحكام دولة الإمارات على رأسهم سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود اللي يقدمونه لشباب دولة الإمارات ولشعب دولة الإمارات في شتى المجالات، ومنها مجال ريادة الأعمال. عندنا والله الحمد الشركات نشأت وطلعت في دولة الإمارات كلها بدعم من الدولة والحكومة. بالنهاية نشكرك أستاذ عبد الله، ونتمنى تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك حاليا كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع نكست دور. نكست دور كيتشن، أول شيء حياكم الله. نحن نفس ما نقول we're in the neighborhood so welcome neighbors، دوم عدالكم وجيرانكم. موقعنا في دبي كريك هاربر، وعندنا رقم التواصل اللي هو 04-333-92-96، وعندنا ايضا حسابنا على الانستغرام نكست دور كيتشن. فالجماعه ممكن يتواصلون ويانا سواء على الرقم الارضي او على الانستغرام، ونتمنى ان نحن نشوفهم ويشرفونا هنا في نكست دور في ما ابغي اقول مطعمهم ولا هذا، ولكن بيتهم الثاني، لان نحن كلنا نفس ما نقول جيران. شكرا جزيلا استاذ عبد الله، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. الله يسلمك، مشكورين والله يوفقكم ان شاء الله. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.